الحجزات للعيد الأضحى المبارك تقريبا صلها شهر ونص لشهرين. الحمد لله أنه في شغل، الحمد لله في عليه طلب، والشغل بعده قائم، اتصالات بعده موجود، بس أخف من قبل لأنه وضع الطيران بسمحش هسه. طبعا مش فيش طيران لتركيا، لما راحت تركيا نص الشغل عند أغلب المكاتب وقف، بس في مناطق ثانية بديلة اللي هن زي شرم، عقبة، هاي الشغلات اللي هن بيحتاجنش لطيارة. وجهات الأكثر طلب للسفر حاليا دبي، بس دبي الطيران صار هسه غالي سعره فوقف حاليا. في عندك شرم الشيخ، العقبة، أوروبا، وشوي جورجيا طبعا. وأنا بتعلق صراحة بالوجهة اللي رايحين عليها، يعني في عندك مثلا شرم الشيخ، في عندك دبي، في جورجيا، في العقبة، كل واحدة بتعلق. تقول دبي أغلب الناس بيروحوا 5 ليالي 6 ليالي، عندك شرم الشيخ ما حدا بيروح أكل من 5 ليالي لأنه طبعا السفر والمعابر، فبيحبوا يظلهم 5 6 ليالي 7 ليالي. عندك العقبة 4 ليالي معدلها، من 4 إلى 5 ماكسيموم. جورجيا بيروحوا 5 ليالي. الأسعار برضو هم بتعلق طبعا بالفنادق، بالواجهة، مثلا عندك دبي ببلش سعرها من 3000 ل4000 شيكل. عندك شرم الشيخ اللي هي طبعا مليانة بالفنادق، بتعلق أسعارها حسب الجودة، يعني في عندك الباتروسات مثلا غاليات يعتبر انها الساعة العيد. عندك أسعار الشرم بتبلش من 2000 شيكل وطلع، عقبة نفس الشيء 2500 وطلع. أكثر شيء طلب هي شرم الشيخ، عقبة، دبي، أكثر شيء طلب من هذا العيد. الحجوزات بلشت من قبل شهر ونص شهرين، وبعد الحمد لله مستمرة، بس خلينا نقول كل ما نقرب على العيد بتصير أقل وأقل لعدم توفر المقاعد المطلوبة يعني للناس. هاي الفترة الوجهات الأكثر طلبا هي خلينا نقول الشرم، العقبة، دبي، جورجيا، في كمية كبيرة من الناس اللي طلبت برضو تايلاند، لعدم توفر خلينا نقول الأسعار المناسبة لبعض الوجهات اللي الناس تعودت عليها، مثلا اسطنبول، تركيا مسكرة هسه، فأغلب الناس بتطلع على البديل. مقارنة بالعام الماضي هي خلينا نقول النسبة صارت أقل من ناحية الإقبال على السفر هاي السنة، بسبب طبعا الأوضاع. الناس خلينا نقول بتعمل حساب قبل تيجي تحجز، بتفكر مرتين قبل تحجز، فخلينا نقول الإقبال هو أقل من العام الماضي. من ناحية الأسعار كيف هي؟ الأسعار هاي السنة خلينا نقول في ارتفاع، وهذا الارتفاع هو سببه طبعا الإقبال على وجهة معينة بسبب عدم توفر محلات ثانية. يعني مثلا مع سبيل المثال الناس تعودت تطلع مثلا على عيد الأضحى على تركيا، على أنطاليا في تركيا، فلعدم توفر هاي الوجهة السياحية فالناس خلينا نكون راحت على الإمكانية للشرم، إمكانية أنه يروحوا على الشرم. فأوتيلات الشرم صارت بسبب انه الطلب عليها كبير صارت خلينا نقول اغلى، فهذا هو السبب اللي خلينا نقول الاساسي لهاي ارتفاع الاسعار اللي احنا بنواجهها. الحجوزات والضغط بلش قبل تقريبا شهر من الان، الضغط موجود على طبعا لعيد الاضحى ولكل الصيف، وفي حجوزات بكثره في على عده مناطق هسه بنذكرهن بهاي الفترة بالذات بآخر أسبوعين. ما هي الوجهات الأكثر طلبا للسفر؟ طبعا راح أحكي بشكل عام، بسبب أنه تركيا الآن فيش عليها طيران، كل الناس متجهة لشرم رقم واحد، بعدها العقبة، وبرضه في شوية حجوزات على دبي، وفي قليل قليل جدا بتجهوا لأوروبا. هاي اللي شي رقم 4 عندنا، بعد هذولا اللي هن شرم، عقبة، ودبي. كيف هي الأسعار؟ بالنسبة للشرم أبقى معك واضح، المصريين في العيد الأضحى غلوا أسعارهم جدا، استغلوا الوضع، ولكن بعد العيد وقبل العيد الأسعار منطقية. الأسعار بس السنة بشكل عام أغلى من السنة اللي قبلها، بسبب أنه ما في منافسة، يعني اليوم الواحد فيش عنده بديل،
في عنده يا بيروح على. بس نسيت أذكر برضو نقطة مهمة، في برضو ناس بيطلعوا على قبرص التركية، قبرص التركية ما زالت موجودة، لأنه إحنا بنقدر نسافر من هون لقبرص، من قبرص في تاكسي حوالي ساعة ساعة وربع بتوصل على قبرص التركية اللي فيه هناك أوتيلات شوية شبيهة بأوتيلات أنطاليا، ولكن من ناحية أسعار، أسعار السنة بشكل عام أغلى من من السنين السابقة، ولكن في أيام غير العيد الأسعار منطقية أكثر. ما هي معدل الليالي بالحجوزات من قبل العائلات العربية؟ معدل الحجوزات في الليالي في أغلب العائلات هي 5 ليالي أو 6 ليالي، في نحكي عن الشرم العقبة أقل 3 ليالي أو 4 ليالي، ودبي 5 ليالي 6 ليالي، هاي المتوسط لكل هاي المناطق، وأوروبا نفس الإشي من 5 ليالي ل6 ليالي. هل الوضع الاقتصادي للأهالي يسمح لهم بالسفر وفقا للحجوزات لديك مقارنة بالعام الماضي؟ راح أفاجأك، في عنا ضغط مش طبيعي، يعني صح الأسعار السنة أغلى، ولكن الضغط ما بيوقف بالصيف، دائما في ضغوطات. هل في أيام إنه منحس شوي في هدوء؟ بس ولكن في أيام زي بتحسهم كلهم هاجمين بدهم يحجزوا، فالضغوطات موجودة مش بس عندي طبعا، الإشي هاي المعلومات ماخذها برضو من أصدقاء الوكلاء، لأن بعلاقة طيبة مع الجميع، في ضغط مش طبيعي في أغلب الفترات، ولكن السنة هاي لاحظنا إنه في فترات تبقى شوي هادية. يعني مثلا أنا عندي 7 أيام بالأسبوع بشتغل، تحس إنه في يوم يومين ما في هالإقبال، فجأة بيجي كلياتهم بيوم واحد، ولكن هل أنا حاسس إنه كمية الناس قلت عن قبل؟ لا أعتقد، ممكن في يعني نسبة ضئيلة اللي هي خفت، ولكن الناس بتدفع وبتسافر. شوي اختلف، في ناس اليوم صارت تحجز لحالة، في ناس تطلع عن طريق وكلاء، بس حسب معلوماتي حتى الوضع الاقتصادي الناس بتطلع، في بس نسبة الناس القليل اللي بطلت تطلع هي ما خصهاش بالمصاري، ليش يخصوا أكثر في الناحية الأمنية. إذا بتلاحظ في ملان منشوف إنه مثلا كل شوي صار حرب أو صار مشاكل أو مطار مثلا في فترة سكر يوم أو يومين، ففي خوف أكثر من الناحية الأمنية، بس من ناحية المصاري ولا مرة كان في مشكلة عند أغلب العائلات، ولكن في عائلات صارت تروح على فنادق أقل مستوى، هاي موجودة بسبب غلاء الأسعار.